السلام عليكم. عبد العزيز بامو فاعج مع وجهة الدار بدا سطات، يعني كنحبوكم وهادي اللي كنوريكم ها نتوما شوفوا باش تعرفوا حنا راه كاينين. اللي باغي نوصل لهاد الناس شوفوا راه المغرب قلام صاحب جلاله، مشينا عليكم وما غتقدروش تلحقوا علينا لا في مشاريع ملكيه ولا في اي حاجه، وفي الكره راه مشينا عليكم. شو واخا خديتو مشيتو خديتو الوراق وخديتو باش ما يدخلوش المغاربه للتيران، والله حتى غننتصروا والمغاربه غيدخلوا للتيران وغيشجعوا الفريق الوطني. راه حنا مغاربه راه ملي كنبغوا نديروا شي حاجه كنديروها في عقلنا كنديروها. ها انتم خديتو لي تيكي خديتو كل شيء وكم ما كنتوش خايفين منا وما ديروش هاد الشيء، غتخليو الحاجه غدا عاده كلشي يدخل كلشي هادي ونلعبوا كره في التيران. ولكن مع الركراكي جايينكم جايينكم وغادي نربحوا ان شاء الله بجوج 2-0، وانتوما غادي تبقاو غتجيكم مفاجاه. شنو هي المفاجاه؟ لان المغاربه مع الركراكي وليكيب غنتقاتلوا وغنجيبوا هذوك لا كوب للمغرب، وغنقول لكم الله يعدم الاجر مسبقا. واخا خديتوا التيكيت راه غندخلوا غندخلوا، وتحيه واحترام للجميع. الله يربي الله، وديما ديما رجاء وديما مغرب. دابا كنشوفوا دابا المغرب هو الاول كلاسي دابا مثلا في الجمهور، مثلا هو ما كنقولوا رقم 12 هو الكثير داروا لي هذا الكنار فهمتي. كنشوفوا دابا الماتشات ديال المغرب الاغلبيه باش انتصروا بالجمهور، بغاو داك يضعفوا داك الجمهور اللي عندنا حنا مثلا فهمتي. ودابا راه نادو حيحوا تماك فهمتي مع لا فيفا والى اخره. دابا راه زادوا 5000، دابا زادوا 5000 ديال الوراقي من غير داكشي داكشي. دابا الحقد الحقد دابا الحقد الحقد. دابا هاد المغاربه معمرين التيران بزاف، هل ينفع دابا المغاربه في هاد الماتشات كله؟ هو دابا مع قطر تماك وكاين الجزائريين كاين المصريين كاين هادشي كلشي كيشجع المغرب فهمتي. دابا داك داكشي بالعاني فهمتي، بغا يدخلوا اسبانيا اكثر من المغاربه فهمتي. ولكن زادوا 5000، ولكن غيبقاو تابعين المغاربه راه ما غيصوروا والو بحال شي زاويه. هادشي ديال الرجاء العالمي فهمتي. نتمناو يكون الخير ان شاء الله وننتصروا وتزهر. اش بان لك في الفريق اللي كاين هذا العام؟ كي جاك الفريق ديال هذا العام؟ والفريق بلا ما ندور نطبلوا ولا هذا معقول فهمتي. هو الفريق مزيان، الفريق ديالنا مزيان، ولكن الفرق يلعبوا معاه ماشي شي فرقي. ماشي مثلا كرواتيا ديال 2018 راه الصغير فيهم عنده 28 عام، ماشي بلجيكا كانت الكلاسيه الاولى بكل صراحه. ولكن المغاربه مزيانين، ماشي نقولوا هذوك ضعاف بزاف، المغاربه كان احسن منهم. هذوك على المستوى ديالهم ماشي ديال ذاك. ونتمناو في هذا الماتش المحك الحقيقي هو ديال الاسبانيول، ما كانش حاجه هو ديال الاسبانيول. ونتمناو الانتصار ان شاء الله. التوقعات ديالك في الماتش؟ ماتش اخر غنكذب عليك، الماتش غيلعب على جزئيات، غيلعب على جزئيات. المغرب يدخل يلعب الكره يربح، كاين لاعبين توب فهمتي، كاين دابا زياش توب، كاين حكيمي، كاين بوفا، كاين لعابه يعني وجه العطاء ديالهم يلعبوا الكره. خسرات لافوكا ما يتخلعش منهم فهمتي، خسرات لافوكا ما يتخلعش منهم يلعب الكره فهمتي. كل خير ان شاء الله. اش بان لك في الركراكي؟ عطينا شي توضيح على الركراكي. والركراكي بعدا كذا يعني يعني نقول لك اللي عجبني في الشونجمون اللي كنعمل مع الشونجمون كدير مع بلجيكا. الشونجمون اللي كنعمل في احسن شونجمون شفتها في تاريخ الكره هنايا. الشونجمون اللي دار ودخلت ديال اللي خريب قاسمو ياميق دخلوا له هذا كوكو زعما يعني شاف الماتش ذاك النهار كان شاف الماتش مزيان. ورحيم راه كاينه بلاصتو بكل صراحه، المهم واخا ما لعبش المهم كاينه بلاصتو. المهم ونتمناو انتصار ان شاء الله. الله يا ربي الله وديما ديما رجاء. معنا واحد الاخ جزائري وكيساند المغاربه، قول لنا التوقعات ديالك ديال الماتش ديال غدا ان شاء الله الاسباني. خويا التوقعات تاعي ان شاء الله مباراه غدا امام المنتخب لاروخا الاسباني، هو توقع ان شاء الله مباراه راح تكون مباراه صعبه على كلا المنتخبين، خاصه وان المنتخبين سوف يلعبون في ادوار خروج المغلوب. ان شاء الله بربي المنتخب المغربي يحقق نتيجه غدا وتكون نتيجه الفوز لا غير ذلك، من اجل تشريف الكره العربيه ككل والكره الافريقيه ايضا بعد خروج المنتخب السنغالي مؤخرا ليله امس. وخاصه ولينا نعرفوا ان المنتخب المغربي اصبح يعني منتخب يتميز بتشكيله جد متميزه، لاعبين يلعبون في بطولات كبرى وبعض اللاعبين ايضا هم خارجي مدارس كرويه اوروبيه كبرى. والمنتخب المغربي شفنا خويا كيفاش يعني تاهل تحصل على المرتبه الاولى في مجموعه ضمت منتخبات كبيره كمنتخب كرواتيا عفوا اللي كان هو وصيف الدوره السابقه، وايضا المنتخب البلجيكي الذي كان يعني ولا زال يعني في المرتبه الثالثه عالميا في الوقت الراهن. اما يعني خويا عن التشكيله الذي كما نقولوا رايح يدخل بها غدوه المنتخب المغربي، ان شاء الله بربي تكون تشكيله جد مقبوله، خاصة وأن وليد الركراكي أصبح يعني يعتمد على تشكيلة للاعبين يعني يتميزون بمؤهلات بإمكانهم يعني لعب مباريات كبرى وتشريف الكرة المغربية.
وان شاء الله بربي خويا غدوه ان شاء الله خويا يكون كاليفيكاسيون ويزيدوا يفرحونا كيما قلت لك يزيدوا يشرفونا. هذا واش نقول لخويا. كيجيك الجمهور المغربي؟ الجمهور المغربي اعطى يعني واحد الصوره كتمثل يعني الشعب العربي ككل من ناحيه يعني التشجيع، والمنتخب المغربي كان بامس الحاجه الى جمهور مثل هذا. شفناهم يعني كيفاش قدموا صوره جد ممتعه وشرفونا يعني كعرب ومثلوا العرب ككل، وان شاء الله بربي يوفقهم وان شاء الله بربي يكون معاهم. ونقول لهم برافو ليجان، برافو برافو عليكم الدراري هكا يقولوا، بارك الله فيكم وربي معاكم، وان شاء الله غدوه تمام غدوه ان شاء الله بربي تزيدوا تفرحونا تزيدوا تشرفونا. وانا كجزائري وخواتنا مام جزائريين ان شاء الله رانا معاكم وربي يكون معانا ومعاكم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله. تنتبع هادشي ديال الجماهير ديال المنتخب الوطني وكل شيء اللي شت تفاعل ديال محمد ابرون عضو جمعية تيتكلم على لي تيكيت في تذاكر السوق السوداء اللي ما لقاوش الجماهير المغربيه، ما حيت الجماهير المغربيه من يبدا لاكوب دي موند من لوفا حتى لهذا السيناريو ديال المنتخب اسبانيا، تنشوفوا الجماهير تحتاج في الملعب، احتاجت في الملعب البيت استاد البيت ضد المنتخب كرواتيا، احتاجت الجماهير المغربيه المليئه بحال تلعبوا هنا في دونور في ملعب محمد خامس ملعب الرعب، ثم الاجواء خياليه تعودوا لي على شي اصدقاء تما. بالنسبه التوقعات ديالك الماتش ديال غدا مع اسبانيا ان شاء الله؟ مع فريق اسبانيا تنعرفوا المنتخب اسبانيا ماشي هو فريق اللي كنا نعرفوا في 2018 في لاكوب دي موند روسيا. بالنسبه لي تنعرفوا المنتخب الاسباني تيحتل تروازيام وصيف ثالث، تيحتل الثالث ديال الكاس اوروبا، عنده لاعبين تمام متمرسين حتى هو، وحنا تنعرفوا عندنا لاعبين تيلعبوا في فرق اشبيليا كزياش يلعب فرق عالميه كاشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان، و عديد من اللاعبين عندنا مواهب حنا تما محترفين ما شاء الله عليهم، والربح المسابقات القاريه من هنا لقدام. وتنتمنوا الاداء ديال المدرب، تنعرفوا عنده ليسبيريونس ديال اوروبا وعنده ليسبيريونس ديال افريقيا، عاش جوج اجواء، مع عاش اجواء في اوروبا وعاش الجو ديال افريقيا مع منتخب الفتح الرباطي، دا معهم كاس العرش ودا معهم البطوله، والوداد فريق الوداد دا معهم البطوله، وظرف شهرين ما عندوش هذيك الامكانيات باش كون واحد منتخب شويه، ولكن كومين برافو عليه. عاوتاني بنادم خاصو يشجعو الاداء ديال المنتخب بيان جوي 99 على 99%، تنتمناو يفرحونا ديما وحنا تابعينهم وتنساندوهم ديما. الربح الكاس افريقيا اللي غتكون مقامه في كوت ديفوار 23 بين لينا دراري شباب قادرين يجيبوا اللقب ديال كاس افريقيا، وممكن نقدروا نخلقوا شي مفاجاه في هاد لاكوب دي موند ديال كاس العالم ديال قطر.